ستكون ردة فعلكم عندما ترون في تقارير التلفزيون بشأن الاحتجاجات الأمريكية أن علم بلدكم رفع هناك؟ هذا ما راود عدد كبير من المغاربة عندما شاهدوا فيديو لهذا الشخص متوشحا علم المغرب، ثم اكتشفوا بعدها قصة أغرب من الخيال. هذا الفيديو انتشر عبر تويتر وفيسبوك يوم الأربعاء من إحدى المظاهرات في الولايات المتحدة. في الصور جانب من الاحتجاجات بين رجال من الشرطة والمتظاهرين الذين هاجموا سيارتهم، لكن فجأة يظهر أحد المتظاهرين ملتحفا بالعلم المغربي المعروف بلونه الأحمر وبنجمته العلوية، ما أثار دهشة كل من شاهده، لكن لا أحد كان يعرف أنه من طائفة المورش المسلمة التي لها نبيها وقرآنها وصلواتها. لم يكن الشاب في الفيديو مغربيا بل أمريكيا من طائفة دينية تسمي نفسها المورش. يوجد من هذه الطائفة بين 60 إلى 100 ألف من أتباع طائفة المورش، وتعني المور أو المورسكيين، وهم مسلمو الأندلس والمغرب، يعتقدون أن أجدادهم مرتبطون بالدويلات التي حكمت شمال إفريقيا والأندلس، ويرون في العالم المغربي رمزا لوطنهم الأم. إلى جانب العلم يرفعون أيضا صورة النبي نوبل درو علي كما يصفه أتباعه. نبيهم هذا عاش في عشرينيات القرن الماضي، ولد نهاية القرن التاسع عشر وتوفي في عام 1929. نشأ في قبيلة من الهنود الحمر، تعلم السحر وعمل في عروض السيرك، وذهب إلى مصر وتعلم هناك الصوفية. هناك في مصر حصل من شيخه على جزء يعتقدون أنه ضاع من القرآن، فسماه الفصل السابع. وهذه صورة يبدو لما يعرف بالفصل السابع، وأضاف عليه فصولا أخرى ليصبح قرآنا خاصا بهذه الطائفة، يؤمنون بالله والسلام والحب. يعتقدون أيضا أنهم أول من دخل الولايات المتحدة قبل البيض والأفارقة فترة العبودية، وأنهم أول من وحدها ودعا نبيهم في العشرينيات كل السود في الولايات المتحدة للاعتراف بأنهم موريون وليسوا أفارقة. من هذه الطائفة انبثقت مجموعة أخرى تعادي الحكومة الفيدرالية وتصدر بطاقات هوية وجوازات سفر ورخص سياقة خاصة بها، وتعتقد أن معاهدة اعتراف المغرب بالولايات المتحدة حماية ووضعا خاصا بهم تجاه القانون الأمريكي. حسنا، دعونا نتعرف على بعض التعليقات، تعليقات المغاربة، وأين ذهبت مخيلتهم في تفسير وجود العلم المغربي في الاحتجاجات الأمريكية قبل أن يدركوا كل هذه الحقائق. هنا سامي الوكيلي. هو شرف لكل المغاربة أن يحمل العلم المغربي في أمريكا في تظاهرة ضد العنصرية، هذا خير دليل على خلو العنصرية من بلدنا والحمد لله. سيمون السعودي، احذروا إنه ليس مغربي وإنما هو من جنوب إفريقيا التي في صفوف الأعداء، وهذه مؤامرة على المغرب لتصفية العلاقة مع ترامب، لأن الجزائر وجنوب إفريقيا خائفتان من العلاقة الاستراتيجية التي وقعت مع المغرب أو التي حدثت بين المغرب وأمريكا. أما هنا محمد وليد عثمان فرأيه أنه يحمل العلم المغربي افتخارا بالشرطة المغربية وأخلاقها النبيلة لا غير. ما هنا فتدوينة لفريد القاسي، فيكتب فيها فريد القاسي في تدوينته: سبب الراية المغربية وحاملها من أصول إفريقية، وهو يتجول وسط المتظاهرين، أن المغرب يعامل الأفارقة معاملة خاصة، لا عنصرية ولا كراهية، أو لا عنصرية ولا كراهية، تحياتي له. بني ملال يكتب في تدوينته، يقول: أخاف أن يكون ذلك مخطط له، لاتهام المغرب بأنه يشارك في الاحتجاجات الأمريكية. يعتقد الموريون أن المكانة هو ما يحدد هوية الأشخاص، عكس الجماعات اليمينية التي تؤمن بتوافق أو بتفوق الجنس الأبيض، وترى معتقدات الموريين أن الجنس الأبيض وضيع بحسب وصفهم طبعا، مرتبط بالشيطان، وطردوا من مكة وأرض الإسلام في الحروب مع الآسيويين. موجة الاحتجاجات التي تسببت فيها وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة لها دوافع عرقية تتعلق بالمساواة والنظرة إلى الآخر، وهذا من أهم أسباب وجود هذه الطائفة الدينية.
شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.